de falar. Eu hei de falar. النهارده هنصلي لأمل وهنصلي لكل الذين على شاكلة أمل. كل واحدة اتخطفت وأجبرت على تغيير ديانتها. اتفضلي يا أختي دولة. أمين. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. يا رب أنا بجي لك الآن يا رب. بجي لك الآن بكل يا رب الأسامي أنت عارفها. أنت عارفها قبل ما أقولها يا رب. أنا بحطهم كلهم بين إيديك يا رب. أنت الإله العظيم. أنت الإله القدير. أنت الله الصانع عجائب ومعجزات. أنت اللي ليك القدرة ليك القوة. أنت اللي ذراعك مقتدرة ويمينك قادرة على كل شيء يا رب. تفتح يمينك فتشبع كل حي من غناك. تشفي وتحرر وتخلص إلى التمام يا رب. ما فيش طلبة حطناها قدامك إلا يا رب أنت استجبت لها يا رب. وإنت أن يستجيب. إحنا في وقتي أنت تشرع به. أنت ليك الوقت ليك القدرة وليك الوقت. بنعطيك المجد اللائق بجلالك. بنقول لك يا رب استجب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يا رب. بنحط كل الأمور كل الأسامي دي بين إيديك. رد أمل يا رب. روبير بين إيديك يا رب. أنت الطبيب الشافي. أنت اللي تشفي روبير يا رب وتلمس مخه وتعمل أنت العملية وتمد إيدك الشافية لأنك أنت قلت أنا هو الطبيب الشافي. مبارك اسمك. بحط يا رب مورين وبحط دورين وبحط هاجر ومروان وأهل الموسم. بحط أمل يا رب فيك أسرها. اطلق صراحة يا رب كما أطلقت بطرس. يا رب أنت ما نسيتش الحذاء القديم بتاع بطرس لكن قومته وقلت لهم البس عليك وخرجته من السجن. يا رب بنشكرك إله عظيم إله الأمانة عظيم الصنيع. بنشكرك يا رب لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. أنا بعظم عملك. أنا بباركك يا رب. بقدم لك النهاردة كل سجود وعبادة وتسبيح وتهليل لأجل اسمك الغالي اللي دعا علينا اللي ارتضى بينا. نشكرك يا رب لأنك موجود لأنك حي وتجازي الذين يسألونك. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. بص لكل الاحتياجات دي بحسب إيمانك أنت بحسب يا رب. إحنا واثقين في قدرتك العظيمة. تستطيع كل شيء ولا يأثر عليك أمر. يا رب أنا بشكرك لأنك سمعت لكل الطلبات واستجبت. لأنك صالح يا رب. لأنك حي. إحنا مش بنصانع الهوى. إحنا مش بنكلم إله نايم. بنكلم إله صاحي سهران على أولاده وعلى كنيسته. يا رب بشكرك من أجل هذا البرنامج. بشكرك من أجل قناة الحرية. من أجل كل العاملين فيها يا رب. باركهم باركهم واستخدمهم بقوة. أشكر ساندي بنوت الحلوة. باركها بارك حياتها هي وجورج. يا رب احفظهم في اسمك. أشكر دكتور إكرام. استخدمه بقوة مجد اسمك. استخدمه بقوة في قوة الصلاة. باركه خليه يرى من تعب ايديك وتشبع يا رب. فيه يا رب تمجد وتدخل. اذكر الدكتور يا رب. دكتور يا رب في قناة الحرية. مبارك اسمك. اشكر كل العاملين فيها. اعمل بطريقة غير عادية يا رب في هذه القناة وتمجد واعلن ذاتك. اعلن شخصك. اعلن حقك يا رب. عايزين حقك يعلم في كل العالم. عايزين اسمك يعلم في كل المسكونة. عايزين نراك يا رب بصورة واضحة. تشفي وتحرر وتخلص إلى التمام. مبارك اسمك إلى الأبد. بشكرك بشكرك بنأمن على كل الصلاة لأنك سمعت واستجبت لك الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.